على خطأ الفيسبوك على الأخبار. الوضع والله بالنسبة للأمان لا بأس، بس بمعاناة بمعاناة. أحس شيء مشكلة هنا؟ لا الحمد لله ما في. يعني تروحون كات بي مقومات الحياة، مازوت جرار غاز ما في، بي على الفرن يوم يشتغل يوم ما يشتغل، يعني بمعاناة بالحياة يا أخوي. أسوي لك الفرادة بس يعني ما يصير، يجون ويروحون. إيه يعني إذا فتحت البوابة تحل مشاكل العالم، يصير بيع يصير شراء يصير رخص، بيغلى اليوم بيغلى. معبر تل الأبيض الحدودي ودخول المواد التجارية إلى منطقة نبع السلام والمواد الإغاثية، ونحن كمعبر تل الأبيض الحدودي نسهل جميع الإجراءات لإخواننا التجار لدخول المواد ومساعدة جميع من يقوم بإدخال أي مادة إلى منطقة نبع السلام.